علاش خبرت فيه؟ سلامة راسو كيسلك سلامة. بالك يا سي مشينا. حادث مثل هذا حدث اللاعب اللي واعي في كامل قواه العقليه ويحدث له احد كما هذا من كثره بالك الفرحه خرج من القاعه وهاكو تشوفوا الطريق ماشي طريق يعني سريع او اي شيء طريق صغير ينقلب بالسياره شيء مؤسف للغايه. نتمنى من حتى ماشي من اللاعبين برك حتى من كل الشباب انه يحاذر على نفسه ويحاذر على كافة الناس في الطريق. شيء اسف يعني فرحتنا بالفوز وحتى بالبطولة وكذا حدث مثل هذا ينقص الفرحة تاعنا ويخلينا نتأسف.